كل تعبك بهاي السنين تختزل بمباراة بكرة. بسم الله الرحمن الرحيم. هو ليس تعبي أنا فقط، لأن هذا مجهود كبير نبذل من أكثر من جهة معينة، اتحاد، أولمبية، لاعبين قدموا مجهودات كبيرة. صارنا تقريبا سنة أكثر شوية لعبنا مباريات معسكرات، أعتقد أن وصلنا إلى مرحلة جيدة ممكن لا تتكرر بالمستقبل، لأن هناك منتخبات خرجت مستوى جدا عالي راح تراجع حساباتها، ممكن البطولات الأخرى ما تكون مثل هذا الوضع أو هذا التواجد. أتمنى أن نستغل هذه الفرصة، فرصة مواتية. الفريق الاندونيسي فريق محترم، فريق متطور، حتى مباراته معانا على مستوى منتخب وطني فريق جيد. أعتقد الآن بدأت شرق آسيا بعض المنتخبات بدأت تنهض، الكرة فيها بدأت تضع استراتيجيات وتصل إلى مراحل متقدمة. احترام الفريق مهم جدا وليس خشيته. أعتقد لاعبين إذا ما كان عندهم الحضور، بعيدا عن الأخطاء البسيطة اللي حدثت في مباراة اليابان الشوط الأول خصوصا، أنا أعتقد فريقنا يقدم مستوى طيب. النتائج في علم الغيب، لكن هدفنا هو انه لا نقع في الاخطاء ونستغل الفرص ان شاء الله. ليش مباراة تلعب على جزئيات بسيطة؟ انا اليوم كنت حاضر في المؤتمر الصحفي للمدرب اندونيسي، شن هجوم لاذع على الاتحاد لا سوى على التحكيم، حتى انا بوقتها سالته قلت له انت ممكن راح تستخدم هذا الشيء ضغط على الحكم المباراة. لا، هو شيء التحكيم هو الخطا بوارد صراحه، ما اعتقد اكو اخطاء يعني مقصوده، ممكن تفسير للقانون او للحاله، هذا يحدث حتى في الدوريات. اتمنى هو طبعا ممكن بعض المدربين يشنون الحملات حتى انه التحكيم يصير معهم، انا اشوف بالعكس احترام الحكام وارد جدا. اتمنى انه الحكام يكونون منصفين ويكونون على خلينا نقول وضع وتوفيق جيد في المباراه حتى يعطون كل ذي حق حقه. لاعبين الحمد لله جاهزين باستثناء احنا عندنا حسن عبد خالد وكذلك سالم، الباقيين كلهم على هبة استعداد، اتمنى انه يوفقون. واي لاعب انا اعتقد ينزل داخل المباراه بعيدا عن الاسماء، اي لاعب يدخل المباراه وسوف يقدم ما عليه ان شاء الله.